القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 435 من دروس التفسير، ومازال أكو سورة الأحزاب، وسجد درسا قالوا في سورة الأحزاب أي مع نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. فذلية 69 بالنداء، يا أيها الذين آمنوا المؤمنين، ومرنس الأولي المؤمنين، أن أرجو يا إما الأوامر يا إما النواهي. الآية تكون مسبوقة بهذا النداء، بعد هذا النداء يأتي أمر أو نهي، إما ذا الأمر يدي فيك ربي نغ ذا النهي أغينه فين أغينه. ذا كيشوغ دينا المؤمنين اتقوا الله أقول ربي. شوف سبحان الله، خاتمة السورة باش تخدم البصمة ثم قرآن لومبرانت ثم قرآن الخوف الربي قرن استقبالي أقواد وين ورنس أقواد ربي. خاف اللي ما يخافش ربي. لماذا؟ أم ذاني زمرة دي غلوظة دي الشوض نورمال مادام يتسقواد ربو تسقواد أنا أدي يسواس أدي استغفر أدي ثوف ذاي مما إلا وري تسقواد ربي يتسفس الفنة مري ولي مطاون يتسفس الفنة مريس الصوت بوجاذ يترون يحمل أذي عدس بالغاشي يحمل أذي ولي اللي فيكتيم ينسى يحسب عاشيني وضع 45 اللي فيكتيم أو لقدر نغل مع 100-200 يتسفس الفنة خطر يتسقوى ذر ربي. لذلك الخوف الربي ذن سيد الأستاذ صمام أمان، اللي خاف ربي قد يخطئ قد يظلم ولكنه يتوب، ولكن الذي لا يخاف الله يتمتع برؤية دموع الضحايا وسماع أنين المحزونين. تقوا الله خاف أقواث رب. والآيات في التقوى كثيرة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقيل الطب يعني قمة حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا ينظن ثند تقوا الله ما استطعتم مقار يعني لا السيرفيس مينيموم مقار الحد الأدنى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية التقوى أتصي قلان عند ربي قرأ قوة ربي
وذي السنة ذغن النبي صلى الله عليه وسلم السيسن مثل مدينة الحديث اتق الله حيثما كنت أقول ربي أندث الليل حيثما زمكانية يعني ماشي دي الجزائر تقول ربي دي فرنسا وتقول ربي لا أقول ربي أندث الليل خاطر ربي إلا ذي كل مكان ذي كل زمان اتق الله حيثما كنت أقول ربي أندث الليل وذي كل زمان ذي كل مكان وأتبع السيئة الحسنة تمحوها المعنى اسمي خدمة الصية من بعد ذنفض خدمة الصية أتخدمة الحسنة أتسمحو شو الله قوم أتسمحو ودتسجارة لثر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يهضرد في تصرفك عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آثان ذاخ الخوف ربي يبدأ من اللسان وعلى بالكم يزمري ونسيلسيس أذي سلوغ لاوان أذي جرح لاوان أذي خدم الشوال أذي يوي الفثنة سواء سواء سيلس سيلس نغس الكلافيين نغس مسبونا الفيسبوك كيف كيف أنا خوص طف هذه قيمة خام السالون حمل الحال السيديس وشوية لتاي هذه سكما سيستيري في الغش الديستانس يكون يقضى ربي ويخدم ركا ويسي قضى ربي اش خدمت اش خدمت دايم يقضى ربي يلا ربي المهم ربا دي قارة كنت سراجو غذيهين خطر وين يحسبن باللي ذي الدولي ذي يخدم اش يفغى ويسلك سي العقاب وري خلصار ذي الدونيف يغلظ يشض يروح على الميزان خاطر يتراجو في ونواس ذهن ذي الاخر عند ورث في عندما ورث ينفع وعلو ما ذي الدونيف يسهل الحال ذي الدونيف يوني يشض يغلظ يغلب سماح الى سماح ذين كان هذا وقولوا قولا سديدا شو القول السديد هو القول الصادق الصائب يعني باش هذه لي قول سديد هذه لي تسيدت يرنا هذه لي يصوف يقارن استقبالي في وزنوالي دي تجمعت يمغار من زيه ما يروح يوند ينطق هذا سنين وزنوالي دين كان استقبالي في وزنوالي حزف أول الزيزدي يسلوه أول يجبر يتروزو أول يفنو يتهدو أول يتاود شوال يتاود ثلويف أول يسعى أزال ذي قبيل يسعى أزال ذي شرعي سلام إلا يا وقولوا قولا سديدا ما إلا تخدم ذاكا أشو دي النتيجة أشو دينا ربي سبحانه إن يصلح لكم أعمالكم ثم زواروث يكل خدمان وانا تريكس الباركة صلح أما الدين من دوني ثم دوني ثم الأخر جميع الأعمال ذي التجارة ما تزيط سوا سوا أتقرز ما الزرعة تمغي أين تخدمض تظلي الزكاة ذي الخير الطاعات والقربات وكل شيء يصلح لكم أعمالكم بال يعني بلا استثناء يوك بعد ويغفر لكم ذنوبكم ذا البشرة الثانية أكون يسمح ذنوب ون أكون يعفو بعد شو دين ذي ثيارة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يرني يضع ربي يضع نبي صلى الله عليه وسلم النتيجة فقد قد أداة تحقيق يسد فيرس فعل ماض فعل ماضي ما قد أفلح المؤمنون
فعل الماضي قلنا نفيرس ودينا لك قد يفلح لو كان فعل مضارع يا شباب لو كان فعل مضارع هذه الشركة قد فلان قد يأتي بلك دياس ميما دين قد أتى أتى يعني بضد ثي الله ذاك ربي ناد فقد فاز فوزا عظيما الفوز العظيم ينجح نجح مقران ولش ذا شاثس لغا نجاحات الدنيا معرضة للمثبطات معرضة للملوثات للمنغصات يعني ربح الدنيث سمحتي في كوني تودي غفلان تربح ضد الطوموبيل ثم ديثني في الجنظرة عند الطوموبيل ولا شي كراج طوموبيل غلايين ولا شي كراج ضغاك عرقك ويضصك خاطر النظرة غس نجحظ سدو ضا دي سال شركة كبرى تكشمي مليارا هكي ديما لي كي تكاجي في كاشين خاطر يغرب كي تقبض دوك مليار ني لا كونتابيليتي لي بيلون سوال مال لا تقوى نورمال تخدم موض عادي تزريض ام ضبريون لاعب ذي تحبير ربي يدبر مي ميلا اسمي 39 مليون ني وكور صنداسن اسمي كي تكش من 30 مليار نيواس يا حسرة يا عرقك كلش لذلك أغدي في كربين كان من زمر ذايا شو سينا نبي عصاة والسلام والصحبين الناس قليل يكفيك خير من كثير يطغيك خطر زمان ليون مودست ما شاء الله وكذا الخير أكنا ديغا كات كات وريسين صباع الخير وريسين مس الخير ولاش هو لو أخطر ذاين ثوار ذي نسأل الله ثسرا فقد فاز فوزا عظيما بعد درس المسؤولية ثم قرآن الأمانة سبحان الله والله مي غير الآية توحيد ربي أسقر غي ذرار إجنوان هذه الكائنات هذه الأجساد الضخمة اعتذرت لأنها تعلم تدرك ثقل الأمانة اعتذرت من رب العزة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال رب سبحانه يعرض الأمانة يجي المسؤولية يجي ثم قرآن في جنوان في القاعة ثم مرتقر في ذنوكي مليار نجي للبشر إذورار جبال سبحان الله فأبين أن يحملناها زران باللي الضيف الأمانة وخفيف ثرى وفسوس ثرى وأشفقنا منها هوفان وقاذن ضرب لي الضيف الأمانة بعد سيد نشاخ ذا شوت وحملها الإنسان الله يا ربي الإنسان يقول لك أنا هنا زمرغ كل شيء وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما كثير الظلم يا بابا يا بابا هذا طفل مسؤول يا غنشتات هذا يخدم لعجب يا لاس يسعى لي فيكتيم يسعى الضحايا يا لما كدني غير تسافس الفنا يا لاس زمرغ شغل سماس نار طوموبيل زمرة أكاميون زمرة تراكتور زمرة لافيون زمرة انسى بلك ثا برويط الزيف ثا برويط فين نتو عراس يمشي كي فغديري لذلك شو المتوالي يكذي الدوني ثبوسا ذنشتا ذنشتا كل شيء تواركض كل شيء دايما من يغدى ولاقي ماشي المعني سنايس خاطي لان العقال لان وقديس عن الصواف وقديس عن الميزان بحال ويسل لنا الخير الربح الا الخير لا نيأس من روح الله النبي صلى الله عليه وسلم يناد امتي امه المرحومه مدام الصادق المصدوق قال هذا الحديث اذا نصدقه امتي امه مرحومه ولكن هلا وندا
نسعى الخلل الى وين دا نهلك من هلاك تساقي تحمل المسؤوليات اما ذي الاعلام اما ذي التعليم اما ذي الاداره اما ذي اداره الشركات اما ذي التربيه والتوجيه اما ذي كل شيء ذي كل شيء الامانه خطا الامانه تصل الانواع السعه من بعد جهوله شو معنى جهوله معنى يجهل عواقبها ويحزفالا ذا حزف يخصن ميل العبد يتحزيف يزرى ام خير في ذلك الامانه اين يميز مركان ذايا كان ليعذب بعد ثلاثه نهضر في الامانه الامانه اتصل ايه ديوسان في الامانه سيكسنت على سبيل المثال اشد ديوسان لسوره النساء الايه 58 ربي ناد ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الايه 58 بعد واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الامانه استوض الامانه اي مولان مديني غ الامانه اتصل امانه في قلان ان زور كان ذي العبادات والطاعات ذي الامانات تصلي في رمضان العشور الحج العبادات والطاعات الاعمال الخيريه التعليم ونخدم ذي التعليم ونخدم ذي التربيه ونخدم ذي الاعلام وندخل المسؤوليات لي ريسبونسابيليتي اكنت في غوث الله الى اخره كل هذه الشهاده امانه باش تفكض تلظينيه اينيه الشهاده امانه اذا الامانات كثيره جدا لذلك ربي سبحانه ينادي ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سورة النساء الآية 58 ينادي أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون تجد في سورة الأنفال الآية 27 والآيات كثيرة جبريل أمين نزل به الروح الأمين سورة الشعراء الآية 193 جبريل بلغ الأمانة سفير الأنبياء نزل به الروح الأمين يسع صفة الأمانة الرسل أكن ملان السعان صفة الأمانة إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون سورة الشعراء الآية 106 الآية 107 وردت هذه أيضا هذه الصيغة على لسان شعيب لوط صالح هود إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مبين رسول أمين إذن من صفات الأنبياء الأمانة سيدنا موسى تزرم دي سورة القصص الآية 26 يمستنا يوث سيسن سيدنا شعيب إذا فاس إن خير من استأجرت القوي الأمين يسعى القوة ويسعى الأمانة الأمانة سيدنا يوسف دي سورة يوسف الآية 55 ينس دي الأزمة لا كريز إيكونوميك تام قران الأزمة الاقتصادية قدران دي الوقت الني ينس جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أي أمين حفيظ عليم سنغ زمرغات جيريغ لا كريزاكي ايكونوميك زمرغ أكون سفغ لساع سورة يوسف الآية 55 والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذي يغلد النبي اسمي الصادق الأمين أكي غي سنن يعني قبل ذي يغلد النبي يعني بضر 40 سنة يغلد النبي قبل ذي يغلد النبي توسن ستيذت يتوسن الأمانة إن يسوم ذياز أرجز ما تخص التيذت ولذا سيخدم اليمين ما إلا أرجز تخص التيذت يبغى دي كومبونسي سلم قلات والله 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 ها معنى أرجز ما تخص التيذت ولذا سيخدم اليمين ذا والدينا أم ذياز ذا وال يسعان أزال هذا إذن أطاس النبي عليه الصلاة والسلام يناد سبحان الله الحاضر بالحديث يناد لا إيمان لمن لا أمانة له يا لطيف الحديث خرجه الإمام البيهقي لا إيمان لمن لا أمانة له من بعد يناد إفكار ديو الحديث جامع يناد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث جامع مانع وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم معنى كل المسؤوليات والأمانات
كلنا هذا الحديث يقصدها ويقصدنا. سورة ثغرة بعد سيدي ربي مشدينا آخر آية في سورة الأحزاب الآية 73: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ربي خبرتني دين بهثني ذاك الملان أمذ المنافقين والنفاق يوعر مليح، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بسبب النفاق يعذبون. خطر ما معنى المنافق؟ معنى يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب كما يقال، كي دي قابل السوذ من بكر الصديق ولكن سول من أبو لهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النفاق، النفاق يوارطس. والمشركين والمشركات، وقال يخذ من الشريك يا ربي سبحانه جل جلاله، يعذبون بسبب النفاق والشرك. ولكن في ثير الآية 73: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يعني المؤمنين المؤمنات يغلظن يشظن ثوفن، ربي هذا سنيعفو وربي غفور رحيم. معناه الطفكان ذي الإيمانة السلكض قرني مزورة، ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر. أولي ورداء ثكفى صورة الأحزاب إن شاء الله الدرس وايض أنفذو صورة ثجريط صورة سبا. لقاؤنا القادم مع بداية سورة سبأ، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.